السلام عليكم. نبدأ الآن بمحاضرات الفصل السادس Shear Strength of Soil. هذا الفصل يتضمن معرفة الخواص الهندسية للتربة من حيث المقاومة. لابد أن نأخذ بنظر الاعتبار أنه هذا الفصل هو عبارة عن حلقة وصل ما بين الفصول السابقة وما تعلمناه من هذه الفصول وما سنتعلمه في المرحلة الرابعة، موضوع الفاونديشن والريتينينج وول وغيرها من المنشآت الترابية. أي هذا الفصل راح يكون سهل وبسيط عندما تكون الفصول الأخرى السابقة، الثاني الثالث الرابع الخامس، استوعبناها بشكل جيد، وراح يكون أيضا يسهل علينا فهم هندسة الأسس عندما نفهم هذا الفصل. في بداية هذا الفصل أكو تعارف أو أكو مصطلحات جديدة لابد أن نعرفها. المصطلح الأول هو strength of material، مقاومة المادة. مقاومة المادة مثل ما نعرف هي أقصى أو أكبر إجهاد ممكن أن تتحمله المادة. قطعة من الخشب نحاول أن نكسرها، أقصى إجهاد سلطناه على هذه القطعة حتى تنكسر في لحظة الكسر، هذا نسميه strength لمادة الخشب. طبعا مثل ما تحدثنا بالبداية، shearing resistance هذا مصطلح جديد هسه راح أذكره، لكن هذا المصطلح اللي هو العلاقة بالشير strength of material فيما يخص التربة راح يدخل في مسائل ثبوتية المنحدرات، راح يدخل في مسائل قابلية التحمل البيرن كاباسيتي، راح يدخل في مسائل اللاترال ايرث بريجر الجدران الساندة، ويدخل ايضا في تصاميم البيفمنت التبليط للطرق والهايويز او الطرق السريعة. اي بما معناه انه المهندس لا يمكن ان يجري التصميم ما يكون انه عنده معلومات على السترينث للتربة. النقطة الأخرى المهمة بهذا الفصل، دائما هناك مثل يقول أنه فهم السؤال نصف الجواب. بهذا الفصل هذه النظرية ستختلف قليلا، راح ممكن أن نقول أنه فهم السؤال يشكل 80% من الجواب. راح نلاحظ وراح أكررها خلال شرحي للفصل هذه النقطة وأنبه عليها، هناك معلومات نحصلها من خلال السؤال، هذه المعلومات راح تساعدنا في الحل. إذا ما انتبهنا عليها في المسألة أو في السؤال راح يكون عندنا الحل صعب. بين قوسين شنو المقصد من هذا الكلام؟ اللي أقصده من هذا الكلام أنه المطلوب من عندي حل مسألة، حتى حل المسألة أو حتى حل معادلة هناك متغيرات، أكو متغيرات معلومة وأكو متغيرات مجهولة. حتى استخرج المتغيرات المجهولة لابد أن يكون عندي عدد المعادلات مساوي لعدد المجاهيل. من تكون عندي عدد المعادلات أقل من عدد المجاهيل وبالتالي أنا لا يمكن حل السؤال. بهذا الموضوع ممكن أن نستخرج معلومات، بين قوسين مو أقصد معادلات إنما معلومات راح تخلي لي عدد المعادلات مساوي إلى عدد المجاهيل. عدم قراءة السؤال بشكل واضح وبتركيز عالي قد أنه ما ممكن أن نتحل السؤال. نأتي الآن إلى المصطلح اللي تحدثنا عليه اللي هو shearing resistance. shearing resistance هي المقاومة، مقاومة المادة. نرجع إلى قطعة الخشب اللي كسرناها قبل شوية، هذه قطعة الخشب
الشخص اللي كسرها سلط قوة، سلط إجهاد، هذا الإجهاد أدى إلى كسر هذه القطعة من الخشب. لنفرض أنه الإجهاد اللي سلط مهما كان نوع تورشن أو 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 نورمال ستريس أو شير، لنفكر بهذه الطريقة لأنه هي كلها نفس الفكرة. اللي أقصده بهذا الجزء أنه هذه المادة لنفرض مثلا تتحمل شيرينج ريزيستنس 200 كيلو نيوتن على المتر المربع. إذا عندما تصل قوة الشخص اللي سلطها على هذا على هذه قطعة الخشب إلى 200 ستنكسر قطعة الخشب. أي ما معنى أنه المقصد في الهندسة كسر قطعة الخشب؟ بما معناه أن المادة فشلت. طيب نأتي الآن إلى مادة التربة. مادة التربة لو نأخذ نموذج من التربة ونضعه في أسطوانة ونسلط عليه ضغط، هذا هو نورمال ستريس. هذا الضغط اللي نسلطه على هذا النموذج لو وصلناه إلى مو المئات ولا الآلاف الكيلو نيوتن على المتر المربع، لا نوصله إلى الملايين، وماكو عندنا جهاز يوصل الملايين، لكن أكبر جهاز استخدموه تلاحظوا أن التربة لا تفشل بالضغط. أسطوانة حتى نتخيلها، أسطوانة بأبعاد قطر 10 سنتيم مثلا وبارتفاع 15 سنتيم، أملأها بالتربة وأبدي أسلط الضغط على هذه الأسطوانة، التربة لا تفشل. إذن أول معلومة وأول ملاحظة وأول نقطة أضعها في بالي أنه التربة، مقاومة التربة تعتمد على الشيرينج ستريس ولا تعتمد على الكومبريشن ستريس. أي بما معناه أنه التربة ستفشل عندما يصل مقدار الإجهاد المسلط إلى أقصى إجهاد تتحمله التربة، وبالتالي نعرف الشير سترينث أوف سويل ماس إز أن إنترنال ريزيستنس، هي مقاومة داخلية لوحدة المساحة ذات سويل ماس كان أوفر تو ريزيست فيلير أن تو سلايد ألونج أني بلين انسايد إت. هذا التعريف حتى أفهمه ألاحظ هذا الشكل، من هذا الشكل أفهم هذا ستريف فوتينج أساس مستمر، هذه إمباكمنت تعلية ترابية ممكن تكون جزء من سد، ممكن أن ننفذ طريق على هذه التعلية. كيف تفشل التربة؟ هذا نسميه سيرفس فيلير سيرفس. هذه التربة تفشل عندما أسلط إجهاد، هذا الإجهاد اللي سلطته اللي تم تسليطه على الأساس سينتقل إلى التربة. حتى تفشل التربة لا تفشل بالضغط، إنما تفشل بالقص. لاحظ هذا الخط هو تربة فشلت، فتصبح عندي حالة دوران وبالتالي فشلت التربة بالقص. هذه التعلية الترابية ما تكون الأحمال عالية أو لأسباب أخرى راح نتطرق لها بهذا الفصل، سيحدث عندي الفشل على هذا السطح وينهار أو ينزلق هذا الجزء. عندما ينهار أو ينزلق هذا الجزء بما معناه أنه عندنا التربة فشلت. نفس الحالة عندي جدران ساند، عندي جدار ساند، هذا الجدار الساند يسند هذه التربة، قد يكون هنا عندنا طريق أو تكون عندنا تعلية ترابية في منطقة جبلية وهنا مسار للسيارات أو قد أنفذ منشأ. إذا متى تفشل التربة؟ تفشل التربة عندما ينزلق هذا الجزء ويدفع الجدار الساند وبالتالي تنهار التربة. لاحظنا بهذه الأمثلة الثلاثة أنه نوع الفشل هو فشل بالشير ريزيستنس، نوع الفشل هو بإجهادات القص. نأتي الآن إلى كيف نحسب مقدار الفشل للتربة. في كل مادة هناك نظريات لحساب الفشل، أكثر من نظرية. في الكونكريت نعتمد أو أنتم تعتمدون على الACI كود، والACI كود بنظرية، من نظرية مشتقة بموجب معادلات وفرضيات معينة. وكذلك لو نتحول على البريتش ستاندر اللي هو الكود البريطاني، قد تكون المعادلات مختلفة والنظرية مختلفة. ما أحب أن أوصله
أنه أيضا إحنا في التربة عندنا عدة نظريات لاحتساب أو للتوصل إلى الفشل. فيما يخص الشير سترانكث بهذا الفصل سنعتمد على نظرية واحدة اسمها مهر كولومب فيلير كرايتيريا، معادلة مهر كولومب. معادلة مهر كولومب بدأت كولومب سنة 1776 أوجد هذه المعادلة. هذه المعادلة يفرض أنه الشير ريزيستنس للتربة تعت هي عبارة عن فانكشن للإجهادات. هسه ننتبه على أول نقطة، فانكشن للإجهادات. إذن الفصل الرابع بالإجهادات لابد أن يكون عندي مضبوط. وتذكرون فصل الإجهادات تكون التربة جافة، تكون التربة مغمورة بالماء، يكون عندي حالة كابيلاري، يكون عندي حالة كل الحالات راح أمثلها بهذه القيمة السترس. بما معنى أنه إذا تم حساب السترس خطأ أصبح الشير سترنك خطأ. بعد ذلك 1900 مهر توصل إلى نقطة إضافية، عدل هذه المعادلة، عدل هذه المعادلة وأصبحت بهذا الشكل، أنه الشير سترينث للتربة يعتمد على سي، والسي هو الكوهيجن، التماسك ما بين جزيئات التربة، مضافا إليه الإجهاد العمودي مضروبا في تانجنت فاي وفاي زاوية الاحتكاك الداخلي. الآن الكلام تطابق. في الصفحة السابقة تحدثنا عن أنه الشير سترينث of the soil هو inside it في داخل التربة، يعتمد على الفشل في داخل التربة. ونعم كانت المعادلة، إذن هذه المعادلة صحيحة، إذن سنعتمد على التماسك، والتماسك هي قوة ما بين جزيئات التربة، ونعتمد على الفاي هي زاوية الاحتكاك ما بين جزيئات التربة. حتى نحاول نتخيل هذا نبدأ أو هذا الموضوع. لاحظ هذه كتلة من التربة الطينية، وهذه كمية من التربة الرملية. ما هو الفرق؟ كتلة التربة الطينية هناك تماسك ما بين الجزيئات، أي أنه لاحظ كف اليد مفتوح لكن التربة متماسكة ماخذة قالب. هذا القالب اعتمد على مقدار التماسك ما بين الجزيئات. هذه التربة هي تربة رملية اللي احنا نسميها كوهيجن للسويل، والتربة الطينية نسميها كوهيزف او كوهيجن سويل. هذه التربة الرملية بمجرد ما انه نحرك اليد، نفتح اليد بشكل كبير او نقلصها، نلاحظ ان الجزيئات تتحرك. ماذا يعني؟ يعني انه لا يوجد قوة تماسك في جزيئات التربة اللي احنا نسميها الكوهيجنلس او المفككة. وهنا رجعنا نتكلم عن الفصل الثالث بالتصنيف. هذا معناه انه من اقرأ في السؤال انه التربة رملية، اذا قيمة السي مساوية للصفر. لاحظ قراءة السؤال وفهم السؤال 80% من الجواب. اذا ما ذكرت انه التربة طينية أو ما انتبهت على أنه هذه القيمة أو هذه السؤال يخص التربة الرملية، العفو، راح تبدي تفكر قيمة سي ومين أجيب المعادلة إلها. وفاي هي زاوية الاحتكاك الداخلي. ما المقصود بزاوية الاحتكاك الداخلي؟ الأقصد بزاوية الاحتكاك الداخلي أعيد النظر على هذا الشكل، لاحظ جزيئات التربة الرملية، هذه الجزيئات عندما أسلط الحمل أو إجهاد على هذه الجزيئات تبدأ أنه تتحرك، تحاول تتحرك. الحركة اللي دا أتكلم عليها هي حركة جدا بسيطة، من تتحرك الجزيئات يحدث احتكاك ما بين تلك الجزيئات. هذا الاحتكاك ما نسميه بالفاي اللي هو زاوية الاحتكاك داخل التربة. طيب زاوية الاحتكاك داخل التربة على ماذا تعتمد؟ طبعا ستعتمد على شكل الجزيئات، ستعتمد على حجم الجزيئات، ستعتمد على خشونة الجزيئات. ماذا يعني هذا الكلام؟ هذا الكلام يعني نتذكر الفصل الثاني. الفصل الثاني
تحدثنا انه جزيئات التربة الرملية تكون خشنة وخشنة الملمس، هذا بما معناه انه راح تكون عندي زاوية او قيمة الفاي في التربة الرملية اعلى من زاوية الاحتكاك في ما بين جزيئات التراب او جزيئات التراب الطينية. نتذكر انه التراب الطينية تكون على شكل قرص، تكون على شكل بليت، وتكون دائما محاطة بشحنة تجذب الماء، هذه راح يقلل لي الاحتكاك وبالتالي من احل المسألة. نظرت الى السؤال قريت كلي او قريت ساند، يجب ان افرق بقيمة زاوية الاحتكاك. قد ما تكون عندي القيمة عالية والسؤال ساند صح اجابتي صحيحة، لكن عندما تكون عندي القيمة ويظهر عندي زاوية الاحتكاك عالية راح اتوقف واكتشف انه قد انه هناك خطأ في السؤال. اذا السي الكوهيجن اللي هو التماسك ما بين الجزيئات، الفاي هو الانجل اوف انترنال فريكشن الاحتكاك الداخلي ما بين جزيئات التربة، والستريس هو الاجهاد العمودي على مستوى الفشل، الإجهاد العمودي على مستوى الفشل. طيب ما مقصود بهذا الكلام؟ المقصود منشأة أساس وضعناه على تربة، سلطنا عليه إجهاد، أرجع إلى الشكل الأعلى، لاحظ الإجهاد، هذا الإجهاد سبب لي سطح فشل. أي إجهاد أفكر به؟ أي إجهاد أفكر به؟ أفكر بالإجهاد العمودي، العمودي على سطح الفشل. هذا يقودنا إلى الجزء الثاني من الفصل الرابع اللي هي دوائر مور. بما معناه يجب أن أعرف أنه سطح الفشل بأي زاوية دار حتى أحول الإجهاد إلى إجهاد عمودي على هذا السطح حتى بإمكاني أن أحسب هذه المعادلة. بإمكاني أن أحسب هذه المعادلة. حتى لن نتوقع هنا في كل مسألة يجب أن نستخدم دائرة مور، لا، أحب أطمئنكم أنه إذا تذكرون في حالة الجيوستاتيك، إذا تذكرون أنه تكون عندي الإجهادات العمودية عمودية وبالتالي ما عندي شير ستريس، وكنا نسميها برينسيبل ستريسز وبرينسيبل بلين. أيضا العديد من قيم الشير سترينث اللي نحسبها هي تكون باتجاه عمودي، وأيضا راح نلاحظ أنه رسم هذه المعادلة راح يساعدنا في الحصول على اتجاه الفشل ويساعدنا على الحصول على قيمة الإجهاد العمودي. ننتقل إلى نقطة أخرى ضمن هذه المعادلة. النقطة الأخرى ضمن هذه المعادلة، ماذا لو كانت التربة تحت مستوى المياه؟ أي عندي بور ووتر بريشر. طيب نسأل سؤال، المطلوب أحسب قيمة البور ووتر برجر، حتى أحسب قيمة البور ووتر برجر هل الماء ساكن أم متحرك؟ إذا كان الماء ساكن سأعود إلى معادلات الفصل الرابع، اليو تساوي لي مقدار ارتفاع الماء من النقطة إلى سطح الماء مضروبا في الجاما دبليو، لكن إذا كان الماء متحرك لابد أن أرجع إلى أن أرسم العلاقة للإتش إي والإتش بي والإتش تي واستخرج الـ HP للنقطة المطلوب أن أجد قيمة الـ Pure Water Pressure، وهذه الـ HP أضربها في الـ Gamma W حتى أحصل على قيمة الـ U، وبالتالي ستتحول كل المتغيرات في هذه المعادلة إلى الـ Effective. يعني لا يجوز أن أجري فحص بالمختبر على تربة جافة واستخرج قيمة الـ Cohesion، هاي التربة جافة أنا أجريت فحص طلعت الـ Cohesion تربة جافة، لا يجوز أن أطبقها والحقيقة أو التربة بالواقع عندي هي مغمورة بالماء، ستختلف القيم. تربة طينية جافة التماسك يكون أقوى من لو كانت هذه التربة الطينية معرضة للماء أو fully saturated. نرجع نتذكر هنا الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت والشرينكج ليميت، وتتذكرون من تحدثنا أنه هذه الحدود دا تعتمد على الووتر كونتنت. طيب إذن معادلة مور كولوم للفشل في التربة اعتمدت على الكوهيجن وزاوية الاحتكاك. الكوهيجن
وزاوية احتكاك. لا ننسى هذين المتغيرين هم خواص هندسية. بالنسبة ما هي الخواص الهندسية للتربة؟ نذكر كذا وكذا السي والفاي. ما هي خصائص الشير سترينث؟ هي السي والفاي. طيب ما تعلمناه أيضا أنه قيمة السي بالساند ممكن، وكذلك السلط اللي هو الان أورجانيك لا يحتوي على مادة وضعية ممكن أن نعتبرها صفر. بين قوسين من يجيني سؤال يقول أساند سويل رأسا المعادلة ما بيها سي، تصير تاو آت فيلير تساوي لي سيجما افكتيف تانجنت فاي افكتيف إذا كانت التربة مغمورة بالماء أو تحتوي على ماء، وتساوي لنا إلى تاو فيلير يساوي لي سيجما تان فاي. أما إذا كانت التربة نورمالي كونسوليديتد كلي، هسه راح نعرف شنو النورمالي كونسوليديتد كلي، فأيضا ممكن أن أعتبر قيمة السي مساوية إلى الصفر. أما إذا كانت التربة أوفر كونسوليديتد كلي فمعناته أنه عندي قيمة للسي. نأتي الآن إلى الفاي، زاوية الاحتكاك الداخلي. عندنا كلمة اسمها درين، والدرين نقصد بيها من نسلط حمل نسمح للماء بالخروج. نركز على هذه النقطة، راح نشرحها بالتفصيل بعد ذلك. المقصود درين، سلطت حمل سمحت للماء بالخروج. طيب إذا لم أسمح للماء بالخروج ماذا سيحدث؟ سيشكل طبقة الماء ما بين الجزيئات حاجز، ماكو احتكاك، فاي تساوي صفر. لكن إذا سمحت للماء بالخروج ستحتك جزيئة على جزيئة وبالتالي أحصل قيمة للفاي. لاحظ فهم السؤال 80% من الجواب. هذه principle للشير أو مبادئ الشير سترينث. بهذا الجدول لاحظ قيم زاوية الاحتكاك. لاحظ عندما تكون عندنا التربة لوس ميديوم دينس، هذول المتغيرات وين حصلناهم في الفصول السابقة؟ عندما تكلمنا على الريلاتيف دينسيتي، استخرجنا الريلاتيف دينسيتي واعتبرنا هذه التربة لوس وهذه التربة ميديوم وهذه، أي كلما زادت كثافة التربة الرملية تزداد زاوية الاحتكاك. هذا الجدول مو أحفظه، إنما أبقي الأرقام في بالي. عندما نتيجة أنه أوصل إلى زاوية احتكاك 28 والسؤال كاتب لوس ساند، أنا حل صح. أما إذا وصلت إلى جواب 27 والتربة دينس لا أعرف أنه أكو عندي خطأ. ولاحظ زاوية الاحتكاك أيضا إذا كانت عندي التربة راوندد، جزيئات تكون مدورة أو تكون عندي جزيئات ذات حواف حادة، لاحظوا الجزيئات ذات الحواف الحادة يكون قيمة زاوية الاحتكاك أكبر في التربة. لاحظ السلط لأنه بي لأن يحتوي على جزيئات ناعمة بدأت زاوية الاحتكاك تقل، تكون أقل من التربة الرملية. لهنا أنهي الجزء الأول من الفصل، من المحاضرة الأولى من الفصل السادس.